طيب يعني شايفين إشادة محلية وإشادة عالمية، لكن جنوب أفريقيا كمان سعيدة جدا. أما هو بقى يخصهم الدوري المصري بقى بيحتفلوا بالأهلي زي يعني. أنت كان عندك حالة من المتابعة للكابتن الجوري رحمة الله عليه لما راح الأردن، ولما بتحب بقى النجاحات بتاعت ولادك تتابعها بره. وسوماني لأنه هو الأنجح كان في جنوب أفريقيا، لما جيلك كله عايزين يعرف الراجل ده هيعمل إيه، فيفاجئ إنه خد 3 بطولات في أقل من شهر أو شهر. طبعا شيء يستحق المتابعة، ولكن شوية قراءات كده يا أستاذ إبراهيم أنت مجهز لنا. طيب الأستاذ عصام السباعي في الأخبار زاويته بوكس قال مبروك للكابتن محمود الخطيب وصاحبه الطيبين في مجلس الإدارة. حلو. فوز النادي الأهلي الطيبين دي. فوز النادي الأهلي بكأس مصر وتحقيق الثلاثية الأفريقية المصرية، مبروك لمصر وكل المصريين تلك الروح الرياضية العالية والنموذج الراقي الذي قدمه فريق وإدارة طلايع الجيش لعبا وسلوكا، ولا عزاء لمن في قلوبهم مرض. لا تعرف انت بتقول طلائع الجيش الماتش ده فيه لقطة يا رب نكون مجهزينها، انا بشوفها الاروع هذا الموسم، الممر الشرفي طبعا بتاع الاهلي. الله الله على اللقطة وجمالها والروح الرياضية الجميلة اللي فيها. كان المهندس عدلي بيفكرني ان الاهلي اتعمل له 7-8 ممر شرفي لما حسم الدوري، كل الفرق اللي بتقابله مشكورة ومقدرة وممنونة بتعمل ممر شرفي لبطل الدوري. يعني المكافأة الحقيقية الاهلي يكسب الكاس، 7 احتفالات بالاهلي في 7 ماتشات، الاهلي يكسب الكاس فالفريق البطل يعمل ممر شرفي للوصيف احتراما لأداء تقديرا واحتراما وتعزيزا للروح الرياضية وفهما راقيا للرياضة. طب بص بقى لهذه اللقطة جعلت الرياضة. بص لو رجعتني يا شوارب نص دقيقة عشان أوري الناس كيف يمكن للفتة صغيرة أن تحول المرارة إلى بهجة. بص طلع الجيش، بص كابتن طارق العشر وهو بيضحك وهو يشعر أنك أنت بتحترمه. بالظبط، ما بتحفلش عليه. بص اللعيبة البطلة وهي بتسقف للفريق اللي لا أنا عايزك بقى تبص كمان للخسران وهو بيضحك مبتسم. أنت عملت إيه؟ صدرت له الاحترام. بالظبط، فديته اللي هو عايزه من المباراة. بالظبط، أنت كسبت الكاس مش صعب عليك تحترم المنافس. لو هذه اللقطة بص الرياضة الجميلة تصبح تقليدا مفروضا مفروضا، مش انتهي المباراة بخناقة. لا ما ينفعش، هو ده اللي عايزين. انتهى زمن الخناقات يا جماعة. ده المشهد يعني إذا كان فيه استجابة لدعوة نبذ التعصب هذه هي الترجمة الحقيقية، تبقى بالممارسة العملية، هي دي الترجمة، هي دي. شكرا للأهلي، شكرا طلائع الجيش، شكرا لهذه المباراة. والكل يعني حتى من لعيبه طلاع الجيش زي ما المهندس عادل بيقول. بس انت بقى كان عاجبك اللي كاتبه جمال الاستاذ جمال هليل. الحقيقه من ضمن المقالات اللي اتقالت سريعا الاستاذ حسن المستكاوي في الشروق قال الاهلي الاستثنائي في موسم استثنائي، لكن الاروع كان جمال هليل الناقد الرياضي الكبير الحقيقه في الجمهوريه. هو الاهلي يا ساده، قال الاستاذ جمال هليل الاهلي حكايه تستحق ان تروى على مر الاجيال ليتعلم منها الجيل الصاعد معنى البطولة. هو الأهلي الذي يمتلك مفاتيح النجاح والتفوق والإبداع، فريق يتحدى نفسه قبل أن يعلن التحدي ضد كل المنافسين ويقهرهم ويفوز عليهم ويعتلي الصدارة. هو الأهلي الذي لا يعرف إلا طريقا واحدا، أوله الكفاح وآخره التتويج بالألقاب، يقدر قيمة جماهيره ويدافع عن انتمائهم إليه فيزيد رصيده من البطولات لتظل كلمة أهلاوي عالية. هو البطل الأبدي للكرة المصرية والأفريقية، وهو الأول الذي لا يرضى بغير الصدارة بديلا. هو السوبر الدائم الذي يعشق مكانه، وللحق فهو سوبر السوبر بعد أن عودنا على جمع الألقاب المتنوعة في موسم واحد. هو القاهرة الذي يتغلب على كل الظروف قهر كورونا في عزها قبل أن يقهر كل منافسيه في الدوري ومن بعده الكأس. هو الظافر باللقب الأفريقي ليحقق ثلاثية صعبة في زمن موبوء ورحلات شاقة طويلة ومباريات مريرة ومواجهات موحشة. هو الأهلي يا سادة سيد الكرة في القارة السمراء. هو الأهلي بطل الثلاثية. هو الفريق الذي يسير على مبادئ لا تتغير، يعمل في صمت، ينجز في هدوء مع إدارة تعرف طريق النجاح وتسير بتنظيم دقيق فعلا.
هو الأهلي القدوة التي نسعى جميعا للسير على خطاها في كل مناحي الحياة، هو الأهلي سوبر السوبر أو السوبر هاتريك حتى الآن، والقادم يحتاج لاسم جديد بعد جمع الخماسية في موسم واحد. شوف كذا حاجة عجبتني في توقفاته في محطاته، يعني هو ذكر ان النادي الأهلي يعني انا سوبر السوبر، لا يعني دي كلام، لكن بيقول لك ايه، يتحدى نفسه قبل ان يتحدى الاخرين، وهو ده اللي انا عايز اقوله، ان الاهلي يضع نقاط ابعد مما يحدث في الواقع ليصل اليها. قطار الاهلي دائما يجر طموح الاهلي وطمع الاهلي ونعم الاهلي وجوع الاهلي للبطولات الذي لا يشبع، وكانه في بطنه حد بيبتلع كل ما يلتهمه من البطولات. إذا النادي الأهلي فعلا بيتحدى، ولما تشوف الأرقام القياسية تجد الأهلي يكسر أرقام الأهلي. دي حاجة، ده موروث الحياة، الذي يقدر قيمة جماهيره، ده اللي قلناه قبل كده، أن الأهلي في سعيه الدؤوب لتقديم النموذج المشرف وتقديم الدرس التربوي والقيمة الأخلاقية والبطولات لمين؟ تقديرا لجماهيره، ولكنه يدار من داخله وليس من خارجه. هو البطل الأبدي، يا رب يا رب، هو ان شاء الله. واسترسل على قيمة البطل اللي بيسير على المبادئ، وانه مبادئه، وده اللي لسه بقوله، ان مبادئ النادي الاهلي تصبح جزء من انتصاراته، ان المبادئ جزء من تاريخه من هويته، انك لا تستطيع ان تفصل مبادئ الاهلي عن بطولاته. قيمة الاهلي ليس مجرد ارقام، قيمة الاهلي فيما يمثله من قيمة معنوية حقيقية ونموذج يقدم للعالم على انه هكذا تكون الإدارة، هكذا يكون النادي، هكذا يكون التاريخ، هكذا تلعب الرياضة من أجل غايات أسمى. فالأهلي الحقيقة أنا عايز أشكر الأستاذ جمال على ما كتبه لأنه يعبر عن جزء كبير من اللي موجود عندنا.